أنا أنا من موقع اليسار التاريخي، وأنا دخلت إلى اليسار في أواخر عام 47 وأوائل 48، يعني حوالي 70 سنة مش كده ولا إيه؟ صحيح، ربنا يديك طول العمر. ها؟ لذلك حملت إليك هذا السؤال أنت بالذات. لذلك أنا من هذا الموقع ومن هذه التجربة أجزم وبدون تردد بأن اليسار صاحب الدور الأساسي في عدم ممارسة النقد وعدم ممارسة المراجعة. وهذا وعدم الممراجعة وعدم ممارسة النقد جعل اليسار بالتدريج أول شيء بصيغته الدول الاشتراكية، المنظومة الاشتراكية، وبصيغته اليساري الاشتراكي الديمقراطية والاشتراكية الشيوعية واليسارية ومش عارف شو والماوية والعفريتية والآخرية، كله سوا، كله يتحمل مسؤولية بقائه فيما يشبه الدين، ولذلك أنا أحمله المسؤولية الأكبر. يعني أنا كنت أفترض أن نكون نحن أصحاب العقل الأرجح، اللي نحن استنادا إلى قراءتنا لماركس. شو قال ماركس؟ ماركس مشروعه الأساسي هو تغيير العالم في اتجاه ثلاث أشياء أساسية. أول شيء التقدم بكل ما يدينه والمتواصل، نعم. اثنين المترافق مع الحرية، لأنه بالنسبة لماركس الإنسان هو الأصل في الوجود، هو القيمة الأساسية في الوجود، كل شيء في خدمته. ولذلك الفرع الثالث هو العدالة الاجتماعية، والعدالة الاجتماعية عند ماركس هو إلغاء استثمار الإنسان للإنسان. طيب إذا كان ماركس قال لا تحول الأفكار إلى عقائد جامدة، هذا نص حرفي، يعني لا تحولوا الاشتراكية تبعتكم إلى دين لأنكم ستفقدون معنى الذي أشرت إليه في تغيير العالم. شو تغيير العالم؟ الأفكار تتغير وحالات البشرية تتغير، فإن لازم تتغيروا أنتم وإلا بتصيروا جزء من الدين.